ازيكم؟ صباح الخير. عايزه اقول لكم ان انتوا بقيتوا حاجه مهمه قوي وكبيره قوي في حياتي. وامبارح زعلت قوي من نفسي لاني ما قدرتش ان انا اسجل فيديو، لان انا كنت مقرره ان انا لازم كل يوم اسجل لكم فيديو. لكن امبارح كانت جيوبي الانفيه تعبانه جدا جدا، وطبعا من تغيير الفصول وكمان من تعب السفر، فاخدت نوم طول الوقت. بس النهاردة قررت ان انا لأ، لازم اسجل لكم واتكلم معاكم واكمل سلسلة حلقات جت بالصدفة. الفكرة جت بالصدفة ان انا اتكلم على المحطات اللي بتعدي في حياتنا، اللي بيكون ليها تأثير كبير قوي 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 في حياتنا، اللي بعد الموقف ده حياتنا ما بترجعش زي الاول. المره اللي فاتت اتكلمت على شيء صعب خالص، وهو الفقدان، ان احنا نفقد انسان عزيز علينا ومؤثر في حياتنا. النهارده عايزه اتكلم على موقف تاني او حدث تاني بيحصل في حياتنا وبيكون له تاثير قوي 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 على حياتنا، ومش شرط انه يكون تاثير سلبي. الموقف ده عادة بيكون تأثيره إيجابي، وهو أن احنا نعتمد على أنفسنا. احنا بنتولد في الفترة الأولانية من عمر الإنسان بيكون معتمد اعتماد تام على أمه أو أبوه أو الشخص اللي بيهتم بيه وبيرعاه، وبتكون قدراتنا ضعيفة قوي 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 واحنا بيبيهات. عشان كده بنعيط كتير. ليه البيبيهات بيعيطوا كتير؟ لانه عايز حاجة او شاعر بشيء ومش قادر يعمل الكلام ده لنفسه. شوية شوية بنبتدي قدراتنا تزيد وبنبتدي نتعلم حاجات تانية جديدة. تبص تلاقي البيبي نايم على الارض بيحاول يرفع راسه، بيحاول يشب كده، شويه شويه بيتعلم انه يقعد، انه يحبي، انه يروح يستكشف الحياه حواليه، انه هو حتى كمان ممكن ياكل نفسه. لو حطيت لبيبي صغير عنده 4-5 شهور الاكل قدامه، هياخد الاكل ده ويحطه في بقه. فبيبقى بيتولد عندنا احساس الاعتماد على النفس. وتبص تلاقي فيه كده، شفت كذا مرة مع اولادي طبعا ومع اولاد تانيين، البيبي لما تهرع لمساعدته يزق ايدك، انا اللي عايز اعمل، انا اللي عايز انفذ الحاجة دي بنفسي. فالاعتماد على الذات غريزة ربنا سبحانه وتعالى حطها فينا، لانها مرتبطة ارتباط كبير قوي 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 بالسيرفايفل، اللي هو البقاء على الحياة، ان احنا نحافظ على حياتنا. للأسف بقى من التربية ومن المجتمع اللي حوالينا بتتغير شوية شوية هذه الغريزة ان انا اعتمد على نفسي. شفت امهات كتير قوي بيقعوا في غلطة صعبة جدا ومدمرة لحياة أولادهم، إن هي شعر بقيمتها في الحياة من اعتماد أولادها عليها. والمصيبة الأكبر لما يبقى اعتماد ولد معين أو بنت معينة من أولادها عليها. أنا بعمل شيء لهذا الشخص، للابن ده أو للبنت دي، إذن أنا مهمة، أنا موجودة في الحياة، وقيمتي بتتحدد من الحاجات اللي أنا بعملها لابني أو لبنتي. طيب إزاي بقى أحافظ على أن هذا الابن أو هذه البنت معتمدة علي اعتماد كلي، أن أنا أمنعها أنها تعتمد على نفسها، أو أمنعه أنه يعتمد على نفسه. مع أن في الطيور وفي الحيوانات تلاقي الأم والأب بيعلموا الابن الحيوان الصغير أو الطائر الصغير المهارات اللي هو محتاجها علشان يسيرفايف، علشان يعيش، علشان يحافظ على بقائه. يعلموه إزاي يأكل، يعلموه إزاي يطير، يعلموه حاجات معينة.
مهارات معينة. والاعتماد على النفس ببساطة هو ان انا بستغل مجهودي وامكانياتي وقدراتي الخاصة ان انا احقق هدف معين. ابسط حاجة رباط الشوز. الولاد وهم صغيرين لسه مش عارفين يربطوا ويحطوا ايه جوه ايه ويعملوا ودن ارنب والكلام ده ويعملوا فيونكة، ونحاول نعلمهم مرة في مرة في مرة. لو الام استسهلت انها تربط الشوز لابنها، او انا كنت بعمل غلطة كبيرة جدا، كنت بجيب اللي هو الشوزات اللي فيها فيلكرو اللي هي التشيك تشاك دي اللي بتشيك في بعضها وخلاص، واولادي فضلوا يلبسوا الشوزات دي لغاية سن كبير. لولا ما ابتدوا يروحوا المدرسة والولاد التانيين لابسين شوزات برباط، لولا ما قرروا ان هم لازم يتعلموا ازاي يربطوا الرباط بتاعهم. وعايزة اقول لكم ابني الكبير لغاية النهاردة بيربط الشوز بتاعه مرة واحدة ويلبسه ويقلعه وهو مربوط، لان ربط الرباط حاسل بالنسبة له، حاجة يعني حاجة غلسة. المثل اللي انا اديته بتاع رباط الجزمة ده مثل عبيط، بس قيسوا على ده كل حاجة في حياة ولادنا وفي حياتنا. لما ما بنعلمهمش يعتمدوا على نفسهم احنا كده يعني بنجهزهم لحياة مليئة بالإحباطات، مليئة بالفشل، واحنا مش عايشين لهم، احنا مش دايمين ليهم. في يوم من الأيام احنا هنموت، في يوم من الأيام هنبقى احنا محتاجين ان احنا نعتمد عليهم. طب احنا ما علمناهمش ان هو يعتمد على نفسه، ازاي ناس تانية هتعتمد عليه؟ تبص تلاقي عنده مشاكل في حياته، مشاكل في الشغل، مشاكل مع مراته، مشاكل مع أولاده، والبنت نفس الحكاية. فالنهاردة وانا بجهز افكاري فكرت قلت ايه اكتر موقف كنت معتمدة فيه على نفسي. لقيت في مواقف كتير، يمكن يعني اعتقد ان التربية اللي ربها لي بابايا زرعت في نفسي ثقة في النفس عالية جدا جدا. وافتكر لما كنت اروح له في مسائل الهندسة والحساب كان يقعد يسألني اسئلة، وكنت انا اتوصل لحل المسألة مع نفسي. مرة بتكلم معاه وبقول له، يعني كان بيقول لي انا عايزك تكوني كاتبة وانا هبقى فخور واقول ان انا درست لها. فقلت له درست لي ايه؟ انت عمرك ما ذاكرت معايا غير يعني كنت بجي لك في المسائل وما كنتش بتحلها لي. فراح قال لي مش انا كنت بقول لك روحي فكري مع نفسك المسألة دي سهلة؟ قلت له اه. قال لي هو ده طريقتي ان انت تعتمدي على نفسك. والحاجة التانية ان انا ما كنتش عارف احل المسائل دي، انا لقيتني بعمل الموضوع ده مع اولادي، مع ان انا كنت شاطرة في الماث، كنت شاطرة في الرياضيات وفي الفيزيكس وفي كل الحاجات العلمية دي، وبحكم دراستي ان انا بقيت مهندسة، لكن عشان ما كنتش بحل الكلام ده وما كنتش بذاكر. اخر عهدي بالرياضيات لما كنت بدرس تمهيدي ماجستير، كنت بعمل حاجة شبيهة من اللي هو بيعملها. اقول له لابني هو ده تحت درس ايه؟ يقول لي تحت درس كذا. اقول له روح راجع الدرس. طيب في مسألة شبيهة بيها؟ يقول لي اه. اقول له روح راجع الحل بتاعك. انا مش عارفة احلها له، بس بحاول ان انا انمي فيه القدرة والمهارة اللي محتاجها عشان يحل ده بنفسه. لما ولادي وصلوا لسن 10 سنين، 10 سنين بالنسبة لي من 10 ل 12 سنة كان سن فارق، ان ابتدوا يروحوا ويجوا مع نفسهم من غير ما انا اوصلهم. جهزت الامور بحيث ان هم يبقوا في امان وابقى عارفة
بيركبوا الباص، بيركبوا الاتوبيس من قدام بيتي وبينزلهم المحطة اللي قدام الكلاب بتاعهم اللي بيلعبوا فيه كونغ فو. ان هو مثلا هيروح النادي في اخر الشارع بتاعنا مع نفسه ويرجع، ان هو يروح يشتري لي حاجة، ان هو يرتب اوضته، ان هو يظبط نفسه، يظبط حاله. لما كانوا يقعدوا يذاكروا ما كنتش بقعد اذاكر معاهم، لا انا كنت بقول له ده الواجب ولازم يتحل النهارده ويلا حل. وفي مره راح محلش الواجب وكان احساسه راجع ان هو محبط ومحرج، ان التيتشر هزقته قدام الكلاس عشان هو محلش الواجب. فقلت له شفت، يبقى لازم تتعلم ان انت تخلص واجبك الاول قبل ما تروح تلعب وقبل ما تعمل اي حاجة تانية. كان عشان ما يقعدوش كتير قدام الفيديو جيمز او حاجة زي كده، اقول له في وقت محدد، لما يرن المنبه ده وقتك خلص. معتمد على نفسه ان هو يديسبلين نفسه، ان هو ينضبط مع نفسه. نفس التربية اللي انا اتربيتها، نفس الاسلوب اللي بابايا عمله معايا، روحي اعملي كذا، روحي اعملي كذا، لدرجة ان انا كنت بروح للدكتور لوحدي، كنت بروح للدكتور لوحدي واقول له انا حاسة بكذا كذا كذا، والدكتور يسألني. في مرة من المرات الدكتور بيقول لي امال فين مامتك او باباكي، فقلت له ليه، قال لي عشان اكلمهم. قلت له كلمني انا، كان عندي بتاع 14 سنة، سن كافي جدا ان انا اعتمد على نفسي وان انا اعمل كل حاجة. فدي كانت امور حياتية صغيرة عديت بيها، كنت معتمدة فيها على نفسي. لكن المحك الأكبر بقى كانوا موقفين ومحطتين كبار قوي 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 في حياتي، الشغل والجواز. وأعتقد أن المحطتين دول مهمين قوي في حياة ناس كتيرة جدا جدا جدا، وبتوضح فعلا هم إيه. فأول مرة أروح الشغل، أنا كنت يعني أثناء الجامعة كنت أحيانا بروح المكتب، بابايا كان عنده مكتب هندسي فكنت بروح المكتب معاه، كنت بحبر له الرسومات بتاعته، بصور الرسومات بتاعته، بسمعه وهو بيتكلم مع الناس والعملاء والزوار اللي جايين له. في نفس الوقت كمان كنت بروح تدريب صيفي، كل صيف كنت بدور على تدريب صيفي وبنزل اروح مصانع واصحى بدري واصحى. طبعا احنا في اجازة الصيف وماما مش هتصحى بدري زي ايام الدراسة عشان تجهز لنا الفطار والكلام ده، فكنت بصحى بدري وكنت انزل اجيب باكو بسكوت افطر بيه من عند البقال او اي حاجة زي كده، او اجهز لنفسي حاجة سريعة وانزل استنى الباص بتاع المصنع واروح واقعد طول النهار. مسؤوليتي ان انا اتعلم، مش مجرد ان انا اقعد وبس، مسؤوليتي ان انا افهم. يمكن ده جهزني شوية، لكن لما اشتغلت بقى فعلا بقى هو الاعتماد فعلا على النفس. انا ما بقتش متدربة، انا ما بقتش مسؤولة من رئيس القسم او المهندس الموكل بتدربنا كطلبة، لا ده انا بقيت انا نفسي مسؤولة، بقيت مسؤولة عن ورشة وخط انتاج، بقيت مسؤولة عن الجودة اللي طالعة من هذا الخط الانتاج، بقيت مسؤولة عن القرارات، بقيت مسؤولة عن الكلام اللي هقوله للعمال، بقيت مسؤولة عن حاجات كتير قوي. فطبعا ده بيخلي الاعتماد على الذات، بيخلي الواحد يستكشف قدراته. انت ما تعرفش هتقدر تجري قد ايه غير لما تبتدي تجري فعلا، ما تعرفش هتقدر تشيل قد ايه غير لما تمسك حاجة وتشيلها. نفس اللي حصل معايا في الجواز. افتكر اول مرة جوزي بيسألني بيقول لي انت عايزة كام مصروف البيت في الشهر؟ قلت له معرفش، انا عمري ما قدرت بيت، معرفش. فقعدنا انا وهو نفكر، طب هو اول مره وانا اول مره، طب هنعمل يعني هنعمل ايه، هنصرف ازاي، هنسوي ايه. فلقيتني بستخدم بقى هنا قدراتي ومهاراتي اللي مش شرط انها تكون في جواز، يعني ما انا زوجه لسه ما كملت الشهر، لكن
طب خلينا اول شهر نصرف ونشوف الاحتياجات اللي احنا محتاجينها، نقوم نعرف بالتقريب كده احنا بنصرف قد ايه على البيت. فقعدنا نصرف طبعا اول شهر، فالمصاريف كانت كتيرة قوي، بنجيب كل اللي نفسنا فيه، ما بدورش ازاي اوفر وادبق واعمل والكلام دو. فابتدينا نتكلم ونتعلم وازاي نعتمد على انفسنا، وازاي اعتمد على نفسي ان انا اقيم الشيء واحط بادجت، احط ميزانيه. المواقف اللي بتقابلنا وبنعتمد فيها على نفسنا بتغيرنا. اكتر حاجه بتتغير فينا هو ان احنا بنعرف نفسنا اكتر. بعرف اللي بحبه، بعرف اللي ما بحبوش، بعرف قدراتي في اتخاذ القرار، بعرف مجهودي قد ايه، اقدر اشتغل قد ايه، بعرف ايه المهارات اللي عندي وايه اللي مش عندي واحاول اكمله. ياريت كل واحد وكل واحدة فينا نفكر النهاردة على ايه المواقف اللي عدت في حياتنا واعتمدنا على انفسنا اعتماد تام. لان خدوا بالكم ان الاعتماد على الذات ده برضو درجات. انا ممكن اروح زي مثلا محتارة في قرار ما، اروح اسأل شخص عزيز عليا واقول له اعمل ايه هنا، يقول لي اعملي 1 2 3 4، واروح اعمل 1 2 3 4. ده اعتماد على الذات، بس اقل شوية من لو كنت توصلت للواحد 2 3 4 on my own، بنفسي بدون ما اخد استشارة حد. بس ده ما يمنعش ان في مجهود. زي دايما المدرسين يقولوا انا هذاكر لك، انا هشرح لك الدرس، لكن انت اللي هتحل الامتحان. احنا دورنا ان احنا نجهز ولادنا ونجهز انفسنا للامتحانات اللي هتيجي في حياتنا او هتيجي في حياتهم. فنجهز نفسنا للحظة اللي مش هنقدر نعتمد على حد تاني، او مش هنلاقي حد تاني نعتمد عليه. نجهز نفسنا ونجهز ولادنا للمواقف دي واللحظات دي، لان مفيش حاجة اوحش من ان احنا نقابل موقف كان لازم نتصرف فيه وما تصرفناش، كان لازم ناخد فيه قرار وما خدناش قرار، كان لازم نعمل حاجة، نعمل شيء معين وما عملناهوش. بيبقى الإحباط كبير قوي، والإحساس بالفشل كبير قوي، والخسارة أحيانا بيبقى فيه خسارة فعلية، خسارة في الفلوس، خسارة في الأنفس، خسارة في العلاقات. فلازم نجهز أنفسنا أيا كان عمرنا. يمكن أنا في الأربعينات، في الخمسينات، في الستينات، في السبعينات، في الثمانينات حتى، لازم أفكر أنا ممكن أعمل إيه. كنت بقابل سيدة وقالت لي إن هي يعني هي كبيرة فوق 80، وقالت لي أنا ما بقدرش دلوقتي أستحمى، فمعتمدة على إن حد يجي يحميها، وده عمل لها إحراج كبير قوي قوي قوي. من الدردشة معاها قلت لها غيري الأسلوب اللي انت بتستحمي بيه. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها انت في الأول في زمان كنا بنستحمى في البانيو او في الدش، لما بقيتي مش قادرة بقيتي بتحطي طبق وبتجيبي كوباية وبتصبي على نفسك، دلوقتي منشيش قادرة تعملي الكلام ده. قلت لها تعلمي تستحمي على الحوض. قالت لي ازاي؟ قلت لها انا كنت بشوف بابايا بيحط راسه تحت الحنفية على الحوض، الحوض فيه سخن وساع، بيحط راسه على الحنفية ويستحمى، فيبقى بس يعني محتاج يوصل ايديه لراسه. بعد كده هاتي الفوطة، فوطة صغيرة، وحطي عليها الصابون وبليها، وانتي واقفة على الحوض اغسلي نفسك وبلي الفوطة ونشفي نفسك واعملي الكلام ده. وبصت لي كده وقالت لي صح، انا ممكن اقدر اعمل الكلام ده، وممكن اسند على الحوض وانا بستخدم ايدي اللي انا بعرف استخدمها وانظف نفسي. ف
المثل اللي انا بقوله لكم ده والحكاية اللي انا بقولها لكم دي، مجرد ان احنا نفكر انا في المرحلة اللي انا فيها دلوقتي بامكانياتي بقدراتي الجسدية والعقلية ومهاراتي، ايه اللي اقدر اعمله عشان اعتمد على نفسي، حتى ولو الحاجات البسيطة، حتى ولو في يومي، في قراراتي، في افعالي، في شغلي، في جوازي، في علاقتي مع الاخرين، ازاي اعتمد على نفسي في ان انا اقوم هذه العلاقة، علاقتي وحشة مع جوزي، افكر واقول ايه اللي ممكن اعمله عشان احسن علاقتي بيه، في شغلي وضعي مش حلو، ايه اللي من بكره ممكن اعمله عشان يحسن وضعي في الشغل شويه شويه. احساس الاعتماديه على الذات بيحط مسؤوليه كبيره قوي، والمسؤوليه دي هي اللي عارفين بتبقى عامله زي الحديد اللي النار اللي بنحط فيها الحديد عشان تزداد صلابته. لو ما حطناش نفسنا في مواقف بنعتمد فيها على نفسنا، عمر ما صلابتنا هتزداد ابدا، وعمرنا ما هنكون قادرين على مواجهة الحياة. دي الافكار اللي جاتني الصبح النهاردة. ياريت تفكروا في الكلام اللي انا قلته ده، وتفكروا في حياة كل واحد فينا وكل واحدة فينا، ازاي ممكن نعتمد على انفسنا، وايه اللي احنا محتاجينه، وايه اللي نتعلمه من المواقف اللي عدت علينا واعتمدنا فيها على نفسنا. اشوفكم بكرة ان شاء الله.